ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. دايما يا ربي يا حبيب ربنا قلبي. ممكن يخليك. اكلم الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي طبعا. ماشي حبيبتي. انا ليا سؤالين يا حضرة الشيخ، معلش والنبي. اتفضلي. اتفضلي. انا يعني خرجت على المعاش من 5 سنين، فلما ربنا رزقني بنهاية الخدمة. انا معايا 3 اولاد، بنتين وولد. بنتي متجوزة وولد متجوز وبنتي تانية لسه ما اتجوزتش. فانا ساعتها قدمت على الحج وما طلعتش كذا سنه، يعني 2 سنين ورا بعض وما طلعتش. فجبت شقتين، ابني موظف، يعني موظف على قد حاله، كان ساكن قانون جديد، فجبت له شقه. وجبت شقه ثانيه وسعت على نفسي وقعدت فيها بدل ما ادفع يعني مثلا ايجار وكده، وقعدت وقلت مثلا الشقه دي تبقى للولد والشقه دي للبنتين، بس انا ما كتبتش حاجه لحد. يعني انا لحد دلوقتي ما كتبتش حاجه. يعني الشقه اللي حضرتك جبتيها لابنك باسمك؟ باسمي اه، تمام. والشقه اللي انا قاعده فيها انا وبنتي باسمي. تمام. فانا قلت يعني بقى دي تبقى مثلا ايه للبنات يعني وده للولد، ما كتبتش حاجه لحد. هل انا غلطت في حق ربنا لما انا ما طلعتش في الحج وجبت الشقه دي؟ تمام، حاضر. طيب سؤالك الثاني ايه؟ السؤال الثاني، انا بنتي الثانيه مش متجوز، يعني ما اتجوزتش لسه، ربنا ما رزقني. فكل ما تكلمني تقول لي انت ظلمتيني وانت ما جهزتنيش وانا عايزه فلوس الجهاز بتاعه دلوقتي وانا ماليش دعوه وبتتخانق معايا، هل انا كده ظلمتها؟ دي اللي قاعده مع حضرتك. انا يعني يعني في بنت تانية حضرتك جوزتيها. والثانيه لسه ما اتجوزتش، هل انا بنتك دي جنبك يا حاجه؟ الحمد لله. هي جنب حضرتك؟ لا مش موجوده دلوقتي. ولا سمعانا؟ لا يا حضرتك، لا حضرتك هي بره. طيب. هل انا كده ظلمتها؟ انا الحمد لله معاشي مقضيني والحمد لله ومستوره. فقلت لها يا بنتي انا ربنا لما يرزقك ان شاء الله هجهزك. هل انا ظلمتها فعلا؟ طيب يا مدام سلوى، انا هستاذن حضرتك لانه واضح ان فضيله الشيخ هيوجه لها حاجه. يعني تشوفي الحلقه بتاعتنا على صفحه النهار ان شاء الله على الفيسبوك، او تشوفينا في الاعاده ان شاء الله بعد الفجر. ماشي يا حبيبتي، متشكره جدا. نشكرك على اتصالك. نشكرك على اتصالك. سؤال. طيب ناخد استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. طيب حاول تكلمنا مره تانية. طيب هي بتقول، هي هل هي غلطت لحد دلوقتي ان هي ابدا ما غلطتش؟ اصلي مهما ملكت انت من الفلوس او انا من الفلوس، ده هو باذنه. مكه والمدينه باذن. صحيح. ولما ياذن رب مكه والمدينه هتسافري من غير كلام. انت اخذت بالاسباب وقدمتي، لكن اذن الله لم ياتي بعد. وجزاك الله خيرا ان انت ما كتبتيش لا الشقه اليمين ولا الشقه الشمال، عشان يبقى الامر مشاع للجميع، يضع الله حيثما اراد وفق شرعه المراد في القران الكريم. البنت الجميله المؤدبه المهذبه اللي انا مش عايزها تزعل مني، عايز اقول لك اتعلم الادب مع ربنا ومع امك، لان انت مالكيش حق عند امك. انت اي مال بتطالبي بيه؟ ده امي لما بتجهزني او ابويا لما بيجهزني سواء ولد او بنت، ده صدقه منه علي. فعمرك شفت حد ياخد صدقه ويتجرأ على اللي بيديله الصدقه؟ ده المفروض اقول له شكرا. فما بالك انت بتطلبي ما عند الله من رزق، اللي هو الزواج، اللي هو الزوج الصالح. انت مستنيه يجيلك زوج وامك غضبانه وامك زعلانه وامك بتقول على ملأ الناس قدام الناس كلها ان انت بتزعقي لها وان انت بتقولي لها حقي؟ انت مالكيش حق. انا هقول لك كلمتين حطيهم نصب عينك. كان سيدنا حاتم الاصم رضوان الله عليه وارضاه كان عنده بنات، وبعدين سيدنا حاتم الاصم عنده بنات صغيرين، فكل البنات اتجوزوا الا اصغر بنت صغننه قوي، عندها 6 سنين 7 سنين، فمعاه فلوس عايز يخرج يحج. فمراته تقول له طب ولما تخرج ويجي العريس للبنت هنجهزها منين؟ فيقعد. فجت في مره البنت دخلت عليه وهو قاعد كده زعلان، قالت يا حاتم مالي اراك تعلوك الكآبه، انت مهموم ليه؟ قال نفسي تشتاق للحج. قالت وما يمنعك؟ ايه اللي منعك؟ قال لها انت. قالت له ليه؟ قال ان جاء طالبك. قالت يا حاتم ارايت ان مت، لو انت مت من يكون لي
قال الله. قالت له طب اخرج واعتبر نفسك مت وخلي مين ليا، خلي لي الله. خرج وخد المال وراح يحج، فكل اخواتها وامها اجتمعوا عليها، ابوكي خرج بالفلوس، شوفي بقى دلوقتي بعد كام سنة هنجهزك منين، وهم قاعدين مهمومين، هي فرحانة ان ابوها خرج. فطرق الباب طارق ففتحت، فاذا هو ملك عظيم معه جيش. قال يا بنيتي استحلفك بالله شربة ماء، انا عايز اشرب. فراح جابت الكوز، والكوز كلمة عربية الاصل بالمناسبة يعني، فشرب وبعدين شرب الجيش، وبعدين قام خرج سر الذهب من جيبه وحطها في الكوز وقال للجيش ايه، من احبني فليفعل مثل ما فعلت. فكل الجند عملوا كده، خدت المال ورجعت تعيط، فقالوا لها ايه بعد الخير ده كله؟ قالت لهم انا بعيط على حالكو. ليه؟ قالت يا امي اذا كانت تلك نظرة من ملك من ملوك الدنيا فما بالنا بنظرة ملك الملوك. صحيح. فانا عايز اقول للبنت الجميلة دي خلي بالك، نظرة ربنا في لحظة يعطيك ما تشائين، بر أمك وأكرمي أمك ورد أمك سيرضيك ربك. صحيح.